النهارده يا اخ مرسي هنتكلم عن القيم المطلق. تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في البقك وانت بتتكلم؟ ماما مع مصاري ما بيروح على المدرسة. يا جماعة هذا تعطيل كسري مش اضراب. عطله ما تعطل. انا فين ولا استعمل مش فرقة. مش تفسر انت بتقولي ايه؟ تعرف ايه عن المنطق؟ دي 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 هو اللي قالي كده. غلط. ايوه غلط. غلط يا استاذ. واحمد غلط. دي غلط. مش بتكتب معلش. شو هالمنطق الحلو؟ اضراب منو اضراب؟ عطلي منو عطلي؟ لا اضراب لا عطلي لا اضراب لا عطلي. هاني ليه مصعبين؟ معك بتروح ما معك ما بتروح ما معك بتروح بتروح ما معك ما معك بتروح بتروح ما معك. هو ده المنطق. امال هو ده امال يا مشح. انا مش حق عليك. الحق علي انا الهبل اللي صدقتك وبدي العب.